سلام لي زامي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا فيديو ديال اليوم، المهم غبرنا عليكم هاد الايامات بزاف، شويه الحفاضه وداك الشيء. غبرنا عليكم سالوا كانت مسافره وانا كنت كنحفظ الى اخره. توحشتكم بزاف بزاف بزاف. اليوم صيفطات لي سما ميساج قالت لي شنو بالك نخرجوا نضربوا دويره وداك الشيء. قلت لها صافي، وقلت منها نصور لكم فلوغ باش ما نغبروش عليكم بزاف. غيكون فلوغ سامبل وغادي تشوفوا واش غادي نديروا. صراحه ما مخططين حتى شي حاجه، ما عارفين حتى فين غنمشيو. غتشوفونا كيفاش غادي ندوزو نهارنا اليوم. هو صافي غنمشيو لشي بلاصه قريبه هنايا ونشوفو شنو كاين. انا دابا كنتسنى سلمى تجي، غادي نبدل حوايجي على ما جات، ندير ان بو دو مكياج ضروري. اليوم غادي نوريكم المكياج اللي غندير اليوم. ديجا دايره كريم لوجي درتها الصباح فاش يلا فقت. لاكريم ديالي اللي وريتكم داك النهار ديال نيفيا الصف زوينه بزاف 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 هاد لاكريم. الصراحه كتصفي الوجه. انا ما كنتش عارفه في هذا الشيء، انا كنت كنديرها في الاول على اساس كريم ايدغاتون صافي، ولكن من بعد لقيتها باللي كتصفي الوجه زوينه بزاف. المهم ولفتها كنت كنديرها زعما غير باش نرطب وجهي صافي، زعما عادي كريم نرطب بها وجهي. ولكن من بعد كملت غير هاد الاولى، هاد ديال الاولى كملتها، بان لي واحد الاختلاف في وجهي كبير. زعما دغيا زعما عطاتني الريزولطا في وجهي، صفات لي وجهي الحبوب ما بقاش كينوض. كنت كل سيمانه ضروري خاصني شي حبوبه قد قد شنو. دابا كينوض ولكن شويه، ماشي كيما شحال هادي. وحتى ليطاج ديال الحبوب حيداتهم ليا، كانوا فيها ليطاج هنايا بزاف خفاف وصافي. كما كتشوفوا كتبين الوجه صافي وزوين. انا كنت شي ايامات ولفت الفون دو تان بزاف، وليت فين ما خاصني نخرج. عارفين نتوما فاش كتعودوا على الفون دو تان كتوليو فاش كتحيدوه كيجيكم وجهكم خايب، كيجيكم البشره ديالكم حالته، حيت ديما كيبقى يعطيكم هذاك هذاك اللف ديال زعما الوجه صافي وزوين، فهمتي؟ ولكن فاش تبعت هذه دابا الفون دو تان ما بقيتش كندير، وليت كندير شويه اونتي سيغ لا بودغ وكنخرج. دابا غادي نقاد حجباني، غادي نعمرهم شويه. والجيل اللي كتسولوني عليه اللي كنتراسي به حجباني هو هذا، راه خوالي. غادي نمشي نشري واحد اخر ديال هدى بيوتي سوفت براون، هو هذا. سمحوا لي اخويا الصغير غير شي بلعاني، عارفني كنصور فيديو ضروري. حيت باش كتمشطوهم شوفوا كيفاش كيبان لكم مزيان، في خاصكم تعمروا فاش فهمتوا. طلعوها من الفوق وكنبدا نعمر، كندير واحد الخطه هكا مهم. اول حاجه بطاسيتو شفتوه، ومن بعد كنطوي ب الصراحه ما كنديرش لونتي سير، حيت لونتي سير عندي شاريه زعما على حساب كيجي مع الفون دو تان فهمتو. دونك ما كنقدرش نديرو الا ما كنتش دايره الفون دو تان لونتي سير ديالي. وكندير هذا الفون دو تان اللي شويه قريب اللون ديالي، فاتحه لي شويه. المهم كيعجبني زعما هو اللي كندير، زعما كيجيني احسن من لونتي سير. الحاجه بالاخر نفس الشيء، كنمشطو الفوق هكا صافي. دابا ناخذ الفون دو تان اللي قلت لكم وبنسو هادي، وغادي نطوي بها تحت حجباني. ساهل عرفتوا هادشي راه ساهل، راه بزاف البنات كيبقاو يسولوني كيفاش كطراسي حجبانك كيفاش، راه الحجبان ساهلين بزاف. ها هما كيبغيو الخاطر والوقت، ما يمكنش تدربي على حجبانك وغايجيوك مطراسين والطراساج كيبان مزيان. باش يجيكم التراساج مزيان خاصكم شي جيل يكون زوين صافي، ماشي ضروري يكون غالي بزاف. وكيبغيو الوقت زعما تقادوهم باش يجيكم داكشي مقاد ويكون بارفي. شوفوا شحال ساهل، اول حاجه بالطراسه تحت منه كيبان نقي صافي. بخير ناخذ هاد البانانا باودر، كندير شويه هنا حيت انا عندي هاد البلاصه وهاد البلاصه كتعرق، وفاش كتعرق كتبقى تبري بزاف فهمتوا، وما كيبقاش هذاك الفون دو تان ثابت كيبدا يبان في شكل. المهم ناخذ شويه هنا فوالا، ما كنخليهاش بزاف حيت اش كدير لي الخطوطه، كنحيدها بالزربه انا، كنخليها زعما بزاف ديال الوقت فيت، فكنديرها كنحيدها سو بلاص. مهم هاد الماسكارا واتر بروف كدير 15 درهم. الصراحه هاد الماسكارا علاش خديتها؟ حيت واتر بروف، وكانت كانت فاش خديتها المره الاولى شي عام دابا ولا عام ونص خديتها، عرفتو طلعت لي الشفار مزيان والفوليوم وكل شيء كان مزيان.
وشريت حتى الثانيه حتى كانت مزيانه زعما، ولكن الثالثه بحال تبدلت لها التكستور ديالها بحال ولات خايبه ما عرفتش، وما بقاتش اصلا واتر بروف، ولات زعما كديرها كتسيح بحال اي ماسكارا. سينو الماسكارا اللي كندير ماشي واتر بروف، هي ديال بورجوا هذيك اللي نوار والغطا ديالها ف هاي مشيت جبتها لكم. المهم درت مسحت لها السميه وكلشي، سميتها بورجوا هذه الماسكارا بحال هكا داير الشكل ديالها، المهم هو الشكل ديالها ورسمتها هي بورجوا وصافي. هادي حاجه اللي زوينه بزاف 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 بزاف، كتطلع الشفار مزيان 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 مزيان. ولكن انا زعما علاش بدلتها بهذه، غير حيت هذه واتر بروف وانا ما عجبتش عليها الماسكارا، ماشي هذه كتسيح، ولكن انا هاد البلاصه عندي كتعرق بزاف، دونك ضروري الماسكارا كدير لكم شويه الكحول هنا. انا ما كانش كتعجبني ديك الكحول وكانت كتلصق ليا في عيني وكتبيني خايبه، دونك بنات اللي باغي الماسكارا عاديه وزوينه بزاف هي هذه. دابا انا غندير هادي، ما عندي ما ندير حتى نلقى شي واحد اخرى. صافي دابا صاليت الماسكارا، المهم قلت لكم بهاد الماسكارا ما بقاش كما كانت، راه كانت كتعطي الفوليوم كثار من هكا، زعما ولا فيها واحد الفرق كبير. دابا كتجيني بحال ما كنديرهاش، بحال ما دايرهاش. المهم اي سال ما جات كتحيط تما تما. شنو بقى لينا؟ ان بو دو فاراجو، ان بو دو اكيار، ونكونوا سالينا المكياج ديالنا وكيجي زوين وفي نفس الوقت خفيف وفي نفس الوقت كيعجبني كيعجبني كيعجبني. هيا سلمى جات، كي دايرين؟ فين غنمشيو اليوم؟ انا راه ما عارفاش فين غنمشيو، هي اللي قالت لي يلاه خرجوا نضربوا دويره. اليوم غادي نمشيو للحي حساني، حي حساني وحل... شوفوا نضربوا فيه دويره. نوريكم حي حساني، نوريكم حي حساني بحال داك الشيء. الناس ما كيعرفوش حي حساني، حي حساني بحال قلتو مدينه، ديال كل بلاصه كل بلاصه تكون عندها واحد الوسط نتا مدينه. حي حساني بحال هكاك، حنا عندنا حي حساني ودرب السلطان. كيفاش الحي حساني هو المدينه؟ ما فهمتش انا، ما فهمتش انا، ما كنبغيش نفهم. السوق في السوق وفي ديك الحي حساني، حي حساني الحي حساني هو الحي حساني، حي حساني راه السوق. ولكن حنا غادي نمشيو للمارشي، لما المارشي راه كيسد نمشيو لدار، حنا غادي نمشيو لدار. المهم حنا عرفتي في المده ونا جديد، حنا في المده ونا جديد. اجي كل كيجي عاودي لينا حقا على العربيه. ايوا انا لا شعر مش حلوه كثير، دكاله زوينه وفيها الربيع. واش داك الشيء واعر الناس اللي كانوا ضريفين مساكن كيجيو فيها الفطور؟ اشنو كليتي؟ اشني احسن بلا كليتي عندهم؟ كسكسو. كسكسو ديال بنين، كسكسو بنين، درت شحال بنين ما يمكنش. تبلاتي شو سلمى مرفحه تبارك الله عليك، فلوس لي يوتيوب، فلوس لي يوتيوب. اشنو ما دو جيبو معاك من العربيه؟ جيبو لكم شي طبسيل عامر بفلوس. لا العربيه. المهم لي زامي دابا غادي نوض نبدل حوايجي وغادي نخرجوا، خليكم معنا باش تشوفونا فين غادي تشدينا. لاله سلمى اليوم قالت لك باغا تخرج للدار، شي نخرجوا للدار. وحنا دابا هضرنا واحد المقادير بيض ومطيشه بنينه سلمى تخاوله تصيبتي بيض ومطيشه بنينة الصراحة. بقالي في صباحي كنت عجبني بويض، ملي خاصك تدوقي ديالي الصراحة حسن من ديالك. شنو هو كيفاش كنطيب بويض مطيشة؟ والله شي كنفرعها. والله عرفتي انا كيفاش كنطيب بويض مطيشة؟ بعدا خاصك تعرف بان كندير فيها ساعة ونص، عرفتي كيفاش كتجي؟ انا نص ساعة بحال كليتها فشي غيستاغ. انا اقسم بالله شحال فعلا من بويض مطيشة ارجوك. دابا بديت حوايجي وكلاتني عاوتاني. درتي هاد التريكو، انا فاتي شي فندي سمعي هاد الكورونا وغنسد جاردن وغندير بحال الزفر وغنجبرك وانا جالس. عرفتي ولا الصهد مؤخرا ما بقاش الجو بارد بزاف. ولبس الجاكيت من الفوق حيت كنت غنمشي لحي حسن. حي حسن حنا علاش كنغبروا من يوتيوب؟ كنخلصوا ليش؟ لا كنت معاك بزاف. انا عندي سبب واحد، كون كنت كنخلصوا ليش صار معاك ولا ساعة صاحبتي. شتي هادي بغات تخلص من يوتيوب، كتهم واش تشوف؟ بحقي اوه في البنات معرفتش كيفاش غيدوز. شنو غنمشيو؟ اجمل نهار في حياتنا، غنمشيو في التاكسي غوش تاكسي بلون. كارويلا عرفتو عندنا بزاف شنو التواصل النقل شنو سميتهم بالعربي؟ لا شنو بزاف وسائل النقل، عندنا بزاف ديال وسائل النقل. وتاكسي بيجو تاكسي حمر اجي شنو نقول لهم
عرفتي فاش كنا كنمشيو للمدرسه ما حنا كنا كنقراو في حساني في الباك كنا لي لقينا زعما فاش كتفيقي الصباح معطله لي لقيتي غتركبي فيه بالك طوبيس بالك طاكسي بيض طوبيس يكون طاكسي احمر تريبورتور كرويلا الكرويلا كنا كنرجعوا فيها كرويلا تبوح المهم حنا دابا غادي نمشيو بعدا ما غاديش حيت حنا هو الاول غادي لواحد البلاصه انا في الاول ما غديش سامع بعد تمشي تاكل وابخي نمشيو قصاو في ديك البلاصه حيت بنينا بزاف كنبغي حيت كنشوف التصاور باش كنشوف ديك الباستا شحال كبيره ولا واعره سير ما كتصور الماكله وكتاكلها فاش كتمشي للدار كتبقى تشوف في البلاصه دابا كناكل ديما ما عرفتش كل مره كتبدل النظره ديالي. المهم دابا حنا غادي نوضو نمشيو نتغداو فوالا خريجه سامبل قلت لكم هذا الفلوغ غيكون سامبل ما نديرش فيه حاجه سبيسيال غيكون واع 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 حسن يعني شي حاجه واع غادي نمشيو لعيد دابا ما غاديش نمشيو لبلاصه اخرى يعني غادي نمشيو مع ولاد الشعب نمشيو نضحكو نشكرو ايام الدرو قراي مع كنا كنقراو تما كنضربو الصوصيص خويا هذا 4 مصاص ها جوج علاش ما نعرفش واحد ثلاثة أربعة كتختم بديالي ايوا حقا عقلت نهار دخلتينا على داك اللي كيبان حوت كوارك هذا الراجل عرفت واحد الراجل كبير كاين في حساني كيبيع هذاك الحوت كوارك كيدير واحد الشبيبه ديال حي حساني عرفتي كيدير واحد الطاجين كبير وكيدير فيه الحوت كوارك وكيبيع عرفتي لما كيبيع البنايه وداك الشيء فهمتوا ما كياكلوش عنده الناس اللي خارجين من المدرسه سير واحد النهار خارجين في العشيه هي والو غندخلوا عنده ومسكين داك الراجل شحال دري يفرح بينا عطانا مونا دا بابا معانا بزاف وعمر لنا الخبز مع كنا كنخرجوا من المدرسه كنخرجوا من المدرسه كاين واحد الصف عامر كلش كيبيع الماكله كاين مريض الصوصيص مولا داك الحوت واحد زرد خوي ضاربه في الشمس ولكن بنينه شوف كنا كنخليو منك الفلوس ديال صوصيص خوي كناخذ العصير ديال صوصيص خوي شنو اخر كاين شويه ديال الحوت كاين ديك مولات كتبيع البيض مسلوق الحريره والحسوله شنو كاين عندي ديما كتبغيش اه وين راه عرفتي زعما اللي دايز غيبقى يشوف فينا واللي غادي يشوف فينا شنو اللي كتبغي تعمل الشوايه ديال الحوت تخلي بلاصنا عندو بعد الليله عرفتي فاش كتشوف شي حاجه والو كتشيها والو بغيت بغيت السردين ديالي الطون ديال الذهب ديك راه واحد الايام ملي حك الطون ديال الذهب نسيتو واحد النهار غيبنا ساعتين على قبل الطار دابا هاتوا اسمع دابا داك الطون ديال الدرهم كيعطيك دابا كيكون باريزيان كي ماشي الطون هذاك راه كيدهن ليكم هذاك الطون ديال المشاش وكاين بنين كيدير لكم شويه الهريسه وهذاك الطون شنو كتبغيش بالضحك هذاك كتكون ديال الريجيم كتشوف دي خديته لا دابا داك الطون ديال الدرهم كيبيع لكم طريف طرف قد هكا بدرهم ونص بجوج دراهم وباريزيانه ب 4 دراهم واحد النهار شينا باريزيانه خرجنا كنموتو بالجوع ب 4 دراهم قالت لي شوفي ما غندخلوش اختي خلينا نكملوا ما كنتنا على خاطرنا والله مشي لي داك السناب اخبارك راه كنت كنسناب وكانت مسحوا لي الفيديوهات ديالي عرفتي كنت كنقول السناب عرفتي قلت لي كنت فارجه في التيران داري كيلعبوا كره هنا كنت حنا في الطاوله ومشات علينا ساعتين ديال اونغلي ايوا الغد لي خاصنا من برا الغياب ايوا اش غندير الغد لي معنا عيما طابيس الكونترول دار الكونترول دار حتى المحطه هنايا سد علينا الباب سد علينا الباب كنا داخلين وهاد سد علينا الباب باش تخلص الطابيس هادشي مسكين ديك الحارس العام بقاوش ما عيقنا عليها بالغياب ولات كتقولنا صافي سيرو عندي بقاستك ندير فيها ندير فيها برمي كاش كتقولي لنا نتوما غطيحوا ليا السمعه ديال المدرسه كاين ولكن كنغيبوا بجوج دق كتقولي كتشوفوا شي بلاصه حنا حق الله ما نمشيوش شي بلاصه اه الصراحه حنا فاش كنغيبوا والله ما كنمشيوش شي بلاصه يا اما فاش كنغيبوا كنجيو للدار على رجلينا كنبقاو جايين في الطريق وكنضارب انا وياك كنجيو حتى كنوصلوا ورا كنمشيو ناكل صافي ما كاينش لا ماشي حاجه لا حاجه على والدي امركم راه انتوما كتغيبوا بجوج صح ما دايرين شي موتي حنا والله ما دايرين شي حاجه اه قالت لنا نتوما جوج صحاباش كتغيبوا بجوجكم في دق حنا كنمشيو ناكل ملي زعما ما كرهتش كون كانوا دوك الايامات كون كنا كنديرو لكم لي فلوغ عرفتي كنتو غادي تموتو
من السيزيام من السيزيام كان خاصكم تكونوا معانا الصراحه عرفتي ولكن السيزيام بو خاصنا شي نهار نجلسوا نعاودوا لكم على السيزيام ونوريكم فيديوهات ديالنا وسط القسم في الزنقه نقولوا هذا ماشي الكسندر هكا سلمى شوف واحد المرات كتشد واحد الحاله بحال انا راه كنولي نقولها سلمى مالك صاحبتي كتخلعني كتولي مسطيه واحد الدرجه كتقدر دير اي حاجه واحد النهار دزنا جايين من المدرسه علاش جينا دزنا من قدام السبيطار هذيك ديال الحساني قالت لنا شحال تعطيونيش دابا نسخف لكم هنا والله حتى سخفات طاحت غيبات حنا كنفيقوا فيها هي تيقعش الدور مغيبه دخلوني وصحبتنا غيبات انا كنبقى نقول لها سلمى ويلي درتي لينا الشوها تسوقش ليه صافي سلمى كتفقد العقل ديالها باقي عمرك ما شفتوها زعما فاقده العقل ديالها راه فاقده دابا ولكن راه عرفتي فاش كتفقد ديال بصح كنتشدها في السجيريا ليسي والله يمكن بحال ليسي ولكن حنا ديما نبقاو بحال هكاك واخا ما عادش فين تكوني واخا تكوني في ايام ديال المدرسه كيكونوا مواقف الضحك والتقشاب كيكون شي اساتذه معقدين وكتبقى حتى نتوما تفقصوا فيهم حيت هما معقدين وديك مرات لهم قلي واش كنبقاو نفقصوا فيها سيدي ما عرفتش كنا كنجلسوا عند ولاد الفرونسي والنقله في الفروض سلمى ديما كتغني الشعبي وكتطبل انا ما عارفاش لا سلمى واش راه مغني غني لهم شي حاجه سلمى ديما غني واش بقيت كشي خاوي بحال حتى سكت على خرج على داك عاج المهم انا ما دام في الاخر كنبقاو فيها مسكين كنبقاو وديك الاستاذه ديال فرنسا واحد النهار كان عندنا واحد الفرد عرفتي هي داك نوع ديال الاساتذه اللي ظريف ظريف وحنين عرفتي كتعامل مع التلاميذ بحال ولاده واحد النهار كنا كندوزو واحد الفرد وكلشي خرج وبقيت انا الاخر كنقول معقلت كنت كنقول من عندكم من عند المدن بجوجكم بقيت كنقول 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 وين ديلا وكتشوف فيا وانا كندير فيها واحد الشوفه ديال بقى بقى لي نزيد هذا شوف اش ديت لها الورقه مسكينه قالت لي وباقي ما زدتيش هذه راه سيري نقلتي نقلتي سيري قاده شي مزيان كنقول كنت هي ما عرفاش كنتي كنت غلطت مع واحد البنت فوقت عيط لي قالت لي باش تسكت انا كنشوف فيها شي الا واحد الاستاذ ديال الماط كان عندنا غير بقول بدات الدب شخصيا واحد النهار انا وسلمى ضربنا ليه في القسم ضربنا انت علاش ضربت على الزريعه هي انا كنت جالسه قدامها وهي لاحت ايديها على جيبي بغات تشري الزريعه وانا نتفها وهي كنتبني ايه دابا كانت جالسه قدامي وكنقول لها هذا وقيله ما بغاتش تذوقني عرفتي كل الملال عند الماط السيزيام ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش الملال كنقول لها ذوقيني ما بغاش ذوقيني كنقول لها غادي تندمي وين حيد لها الزريعه وهي الدار يضربني هو يشوف فينا هو عطانا واحد الدار ساعه هو دار لنا محاضره قال لنا شتي نتوما غادي تكبروا قال لنا انا كنت في التكوين ديال الاساتذه كنت في التكوين ديال الاساتذه وكانوا معايا بنات كبار وكانوا كيديروا بحال الافعال الصبيانيه ديالكم نتوما غادي تبقاو حياتكم كامله بحال هكا حياتكم كامله كضاربوا بحال هكا كيبقى كيسكن كيعاود لينا ويشرح لينا وفي الاخر خرجت واحد الضحكه ماشي انا ولا هي لقيت واحد الضحكه لا ماشي واحد الضحكه دابا انا كنحبس كنحبس كيعاود لينا على هذوك الاساتذه اللي معاه وضحكنا كنت كنضحك تخيلت حنا ديك الموقف واقيلا قلنا ولا بدي كنضحك انا كنضحك قلنا راه ولا استاذات وبقيت كنضحك هو يسكت مسكين الدب صح هذاك استاذ تشابو دري ما كاينش بحال الاستاذ ديال لونجلي لا لا داك ما كان حامل لا واحد في التاريخ ما نوض كلشي بحال اللي خليه بوحدي باش ما نقصش ما نوضنيش انا يقول لي حاجه من تما هذاك استاذ ديال لونجلي واحد الانسان استاذ مسموم عزيز عليه يدير السم مع التلاميذ والله كان كيهضر معايا بالعربي ما كنعرفش كيهضر معايا فاش كنقول له واقيلا كيهضر معايا بلونكي وانا فهمتوش كيهضر معايا غير بالعربيه ما كنفهموش كنبقى نقول لي ما فهمتكش تحبي كتفلع عليا وانا اقسم بالله ما فهمتش كيقول سبحان الله العظيم عمرني قريت الصراحه عمرني قريت عند شي استاذ ديال لونجلي ظريف كتلقايو مسمومين واش لونجلي كترجع بهذا مسموم عرفتي هانتي كانت عندي وحده في الكوليج مسمومه ضربت معاها ضربت معاها كان اللي في الباك هي ماشي مسمومه ماشي مسمومه لا ماشي مسمومه هي هي تخيلي وصلوا لها البنات هي من داك النوع اللي كتعرق صح البنات ولا مسمومه مسمومه هادشي مسمومه كتكت عرفتي ديك الهضره تكردت يا دويتي تهضري في خاطرك كتسمعك هضرتي مع خاطرك كتسمع هذيك اللي كتهضري مع خاطرك كتسمع شوف انت واش درتي كيفاش كدير لك واحد الاحراج واحد النهار انا كنشوف سلوى لا راه نويتي تهضري معاه اش كنتي باغا تقولي ليها قلت لها ما هضرش معاه والله ماش باغا نقول لها شي حاجه ديك اللي كنا ندخلوا عندها مره في الشهر قفي كانت كتجينا مره بعد 6 اش كي كنا كنغيبوا عندها بزاف عرفتي واحد ساعتين ممنوع الهضره ما يمكنش مره بعد 6 من 8 ل 9 ما كنقدروش نفيقوا
ومن 4 ساعات كنكونوا عينه. لا مش كنكونوا عينه اصلا، هي ما تقدريش تجلسي عندها، اش خاصك تجلسي هكاك؟ الصراحه ما دوزوهاش طلعوا عندي قبل الوقت، وديما خصها دير لكم حاله وتغوت عليكم. ديما كديرينها هي ديما كتقفض كتقفض وكدير واحد الطقيل الصراحه كتقرى، ولكن اختي قبيحه ويلي اختي ويلي ويلي شويه عليها حتى هي الاولى. دابا حنا نبقاو لنا من موافقه بحال الايام بحال فيزيك هنا فيزيك جعدود ولكن ظريف. هو ظريف الصراحه، ظريف كيحترم هذاك كيحترم التلاميذ، ولكن تا واحد واحد الملل واحد الملل. عمرو ما عطانا شي هضره، عمرو كتبنا لي شي حاجه، عمرو كيبقى يقولنا الله يهديكم الله يهديكم، ولكن قبيح زعما. ولكن فاش وفي النقاط ما يزيدك حتى 4 باش ما كنتيش خاوله. وكنجي انا كعصر حدا فينا هي السباب كيجلس حنا هي وحده ضريف هذاك الاستاذ عقلت بحال كيحيدك شي اللي فوق انت وحيد لي، ولكن احسن استاذه اللي ديال المات ضريفه بزاف 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 بزاف. عاش واحد الاستاذه كنت تيدير الفرنسي ضريف تحمق تيدير الفرنسي، ولكن المات بزاف ضريف. عاش المات هي راه شوفوا ما كتقدروش ماشي زعما كتخلينا نديروا التصاره في القسم ولا شي حاجه احترام، ولكن ضريفه بزاف عشان ضريفه. كاين واحد اسمه ما كيخليكش تحترميه، اه ما يمكنش ما كاينش ديري عليهم ديري شي تصاره وسط القسم ولا ما تحترميش الوجود ديالو ولا شي حاجه. هذيك استاذك فارضه الاحترام ديالها بنفسها، كتحترمنا وكنحترموها، وضريفه ضريفه الصراحه زعما ماشي ضريفه كنقول ضريفه حيت كتخلينا نديرو ما بغينا، حتى هي في الفروض راه والو نقلها والزيار وكلشي، الا درتي شي حاجه غادي تغوت عليك، ولكن انسانه ضريفه في المعامله ديالها وكيفاش كتقري وداك الشيء من القلب. زعما انا يكون كان عندي مع المات وشويه واحد بزاف صراحه، واحد التواضع ضريفه بزاف ما عمرتش تهضر بحال نسيت كيفاش كدير فراسي. كيفاش فكرتيني فراسي واحد النهار قالت لي غتبقاو ديروا اكسبوزي، عقلتي قالت لنا كل واحد يدير الموضوع اللي بغى اللي بغى يمشي يجيب موضوع من عنده، كل سيمانه غيدير واحد اكسبوز. عقلتي واش قلت لك نديروا لها اكسبوز على يوتيوب؟ قلت لي خلاص ولا غتقول لها نديروا لها اكسبوز على يوتيوب. اش غادي تقولي لها على اليوت؟ انا بغيت ندير اكسبوز على اليوت. اه فيا ميتقال فيا ميتقال. درنا شي شنو كنا درنا؟ درنا واقيلا درنا على المانيا. حنا كنا درنا شي حاجه؟ درنا على المانيا ما درتش يوسف. درنا لكم على اساتذه كامل. اه مسبار سينما سبار. اش تفكرت؟ هذيك ستاجير ياك؟ لا لا كي دار البينيفيت وقال لك دخل دير سبور قلت له صايمه. وداك الصوت راه قلت لي كتلعب قلت لها ما غنلعبش. عرفتي جاب لنا واحد ستاجير صغير عنده شي 20 عام فينا 20 عام، ولكن كتعاق علينا. عرفتي ولكن في الاول ما كانش باغي دير فيها سلمى. عرفتي اش قالت لها؟ انا نقول لك اش قالت لها؟ قالت لسلمى انتوما زعما ليكيب ديالي زعما انتوما معايا انا غادي تنوضي ديري سبور. قالت لها سلمى ما فياش عيانه. قالت لها غتنوضي ديري سبور. قالت لها ما غاداش نوض ما فياش. كنت تشوفي لابسه جيب حوي اصلا عصبات هي تفتقد ديالنا، هي ماشي شي وحده اللي غنحتارمها، ولكن كتبقى زعما راه محترماتنيش. بقات كتنفخ عليا وسد ديما تخليني ما نلعبش. عرفتي راه سجلني باش نلعب قلت لك غير بالتجيل، وفي الاخر دارتني حاكم. دارتني انا وياك حاكم. قلت لها انا ما كنلعبش. في الاخر سقات ضريفه مسكينه. انا كنسخف وجهي كيتحرق ليا بالشمس ما كنقدرش. في الاخر سقات ضريفه عرفات واحد البرا وهي بقات كتلعب معانا. عرفتي تي مع تصاور نهار وطري كتصاور معانا حلوه المتصوره. تي في الاخر صدقات عقلها صغير بحالنا، عزيز عليها تصور عزيز عليها تلعب، ولكن علاش العياقه؟ بنادم هو اللي يجيك نيشان. فهمنا في الاول بنادم يقول لك حنا بغينا نقصرو نقصرو معاك اختي ماشي ولد صاحبتي. شي حد نسيناه؟ الشونس ظريفه الشونس سيدي الشونس. ديك نسيتها بقوه مسكينه ما ظريفه نسيتها والله شي نسيتها. لا ولكن ما قبيحاش قبيحه. عشان نهار مشيت ناخذ من عندها الكرتونه مشات ماما دخلت عندها ماما قالت لها انا ما كنتش باغي ندخل كنت لابسه بيجامه. في الاول مشينا الصباح ما شكون كيفاش قال انت اللي قلتي صيفطي لي ميساج قلتي لي صافي راه كيعطيو كارطونه سيري خذي كارطون. مشيت عندها باش ناخذ راه سميتو ديبلوم ما سميتوش الكارطونه. كارطونه حنا كنقولوا كارطونه ديبلوم كارطونه كارطونه ديال الباك. مشيت عندها باش ناخذ الكارطونه مشات عندها ماما حيت انايا كنت لابسه بيجامه. قلت لماما خليني نبقى في الطوموبيل سيري انت خديها. مشات ما بغاتش تعطيها لماما قالت لها خصها تجي هي خصنا نشوف وجهها ضروري. مشات وهي تشوف فيا قالت لي انت نجحتي. كانت متوقعه انا ما غنجحوش. صافي في الاخر ضحكات وقالت لي يا مبروك وهذه مشيت خديت. ولكن ضريفه مسكينه هي كنا جبنا معاها سيرتيفيكات كانت درا مزيان
هادشي اللي كنعاودو لكم والله ما عرفنا واش خاصو يتعاود ولا ما خاصوش يتعاود. المهم حنا كنعاودو لكم داكشي اللي كاين. ما كذبوش عليكم نقول لكم حنا في الليسي كنا قرايات وما كناش كنغيبو كنت قريت، ولكن الصراحه كان عندنا احساس بالمسؤوليه للقرايه. ماشي كان كلشي ضحك، كنا كنضحكوا بزاف، ولكن كان عندنا احساس بالمسؤوليه الداخل ديالك. كاين هذيك المسؤوليه ديال خاصك تنجحي، خاصك تفرحي والديك، زعما والديك راه كاينين في راسك، خاصك عندك مسؤوليه ضروري كتفكرها، ولكن كتحاولوا تدوزوا داك الضغط وداك الستريس، حيت ماشي ساهل الستريس ديال البكشه ولا صعيب، كتحاولوا دوزوه بداك الضحك وبداك الزبايل ديال المدرسه وداك الشيء. ولكن ماشي هادشي كيعني اننا ما كناش كنقراو، ولا كنا كنعطيو للقرايه حقها. الاستاذ اللي ما كناش كندخلوا عندهم، اللي كنا كنشوفوا زعما الماده ديالو ماشي مهمه. فاش راه تحولنا البادر دوزنا 3 ايام وما ضربنا برابور، لا سيمانه ضربونا برابور. قلنا نرجعوا لمدرستنا، ما كنتش عارف حنا في مدرستنا كنا كنقراو فيها كنا واخدين راحه. عشان دراستنا الصراحه اللي كنا كنقراو فيها في الاول في 6 ايام ماشي سايبه، ولكن الحارس العام ضريف، المدير ضريف، يعني غادي تهضري حتى تهضري، الاساتذه ضريفين. فاش دخلنا بديك كنا بهذيك الطريقه اللي كنا فيها حنايا، ولكن هذيك لقيناهم مزيرين. ماشي على الهضره ما فهموا والو، على الهضره ما يتعاتقش معاه وما يقدرش. ماشي يجيو حيحوا علينا كاملين، الحارس العام والمديره والناظر. دابا المشكله هي انا المدرسه ما كانتش هكاك، كتبين سمياتنا لا ليست نوار. نتوما كديروا هادشي، نتوما اللي جيتو من هذيك المدرسه، بلا ما نقول لكم سميات المدرسه اللي كنا فيها، جيتو من ديك غتوسخوا لينا السمعه ديال المدرسه الا بقيتو عندنا. وبلاش نقول لهم واحد الحاجه، في الاخر في الاخر في هذاك القسم اللي كنا فيه حنايا غينجحوا غير صحاب هذيك المدرسه اللي جينا منها، ولا زعما ولاد المدرسه ديالهم كلهم عاودوا العام. وداك النهار طلعت هاد دخلتني انا قالت لي فاضل دخلي تسلع لي البيره، بقات كتقول لي شحال جبتي في الغيجي، وبقات كتنصحني وقالت لي ما غاتنجحيش. قلت لها تكون عندك 14 تحب راسك داسره، وانا ماشي داسره. حنا والله في الاول كنا كنهضروا بزاف، وعرفتي يبقاو علينا العام الجاي غادي تجلسوا في هذه البلاصه عاوتاني. العام الجاي صحابكم غنخليوكم عندنا، ناري غادي توسخوا لنا السمعه ديال المدرسه، رجعوا لمدرستكم غادي تسقطوا كاملين. غادي تهبطوا بمدرستنا، حنا المدرسه ديالنا شحال حنا خدامين على السمعه ديالها، هادشي كيهضروا معنا بحال هكا زعما ما عرفتش زعما على اساس حنا شنو. قالي لي اخر مره باقي يجي شي واحد من ديك المدرسه ونقبلو. حنا هي اللي جا من ديك المدرسه كلنا نجحنا. احنا اللي جينا من ديك المدرسه كلنا ما سقطش شي واحد اللي جا من لا نجحنا. ايوا هما بقاو تما وهذوك كلهم سقطوا الا دوك جوج قرايات. هذوك قرايات سقطوا بزاف، كلهم عاودوا العام. نهار خرجوا النقاط ديال الباك. نري واحد ستريس. بعدا كانوا غيتلاحوا في الليل وما تلاحوش حتى الغد الليل مع 11. قول هذا واحد العام مصير. انا ما عرفتش عيطت لها، باقي ما جاوباتنيش. لا دابا ما سمعتها. وداك كيفاش دخلت انا علاش كيبان لي اوكي كنلاح النقاط من الفوق، عرفتش انا فشلت اقسم بالتليفون ما قدرتش نهز. فاش نهز وكندير بحال هكا ويبان لي راسي نجحت، سكت ما قلت حتى شي كلمه، بقيت داك صحابك ما غوتش ولا واحد احساس في الشكل. اخباركم عرفتي بلاش هاد الفيديو غاجي طويل، دونك غادي نلوح لكم هاد الفيديو والخرجه غادي نلوحها لكم من بعد. عرفتي علاش؟ حيت ما يمكنش تجي فيه ساعه الفيديو، امبوسيبل. دابا راه نص ساعه ديال التعاود فهمتوني، دونك فيديو خاص يجي فيه على الاقل 20 دقيقه ما فوتوهاش. غنديروا لكم هذا ومن بعد منه غادي نلوحوا لكم فاش غنخرجوا فين غنمشيو وداك الشيء. ايوا صافي شفت انا ولا سكت، ما قدرت نقول حتى شي كلمه، سكت ما كنتش عارف نغوت ولا قلت لهم ما نجح ولا شي حاجه. وانا ندخل ونشوف الخاوله صافي تلبست كذا اش درت، قالت لي ما عرفتش ندخل، نقول لها صافي قال لي داك الشيء ديالك وانا ندخل. ودابا انا شفت خالد كنقول واش نجح ولا ما نجحش. انا كنشوف انا دخلت شفت النقطه ديالي كنقول هادشي مع الدوخه، كنقول واش نجحت ولا ما نجحتش. انا كنت نعرف شنو نقول له، مستغرب يكتبوا لي يكرر وانا نقول راه نجحت. عرفتي وانا نغوت فرحت بكيا مع الفرحه، وانا نعيط لخالد ما جاوبتش، وانا نعيط لماما قلت لها الو خالتي حداك خالد، قالت لي لا راه كانت ماما خارجه. قلت لها خالد نجحت، ماما كتصدمات صاحبتي حاجه، ماما فرحات كتغوت كتشكي بخوك كتغوت فرحات. ماما جات للدار بدات كتزغرت. مش انايا الصراحه فاش قالت لي سلمى نجحتي كنقول لك تكذبي عليا. انا كنشوف النقطه بعيني عشي الصراحه عشي اول مره وقيل غنبكي بالفرحه، عشي ديال كتبكي بالفرحه مابقاش كنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني دابا غادي نوضو نخرجو كما قلت لكم، غادي نساليو لكم هذا الفيديو هنايا، والخرجه غادي نلوحها لكم ابخي هذا الفيديو فهمتوني، حيت ما يمكنش نحطو لكم فيديو طويل بحال هكا. دونك تسناو الفيديو اللي مورا هذا. باي باي. دخلوا انستغرام ضروري، دخلوا انستغرام.